أعزائي المشاهدين في نشرتنا الجوية لهذا اليوم، أجواءنا اليوم أجواء معتدلة. درجات الحرارة حتى هذه اللحظة تتفاوت ما بين 22 إلى 26 درجة مئوية في مختلف مناطق البلاد. متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى في هذه الليلة، أجواء تميل إلى البرودة خاصة في المناطق الشمالية والمناطق الغربية من دولة الكويت، كذلك فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق. أما بالنسبة للأجواء الحالية في مدينة الكويت، السماء صحو، الرياح الشمالية شرقية سرعتها 5 كيلومتر في الساعة، درجة الحرارة الحالية 24 درجة مئوية، الرطوبة النسبية 53%، الرؤية الأفقية 8 كيلومتر. متوقع أن تكون الأجواء في منتصف هذه الليلة أجواء تميل للبرودة في معظم مناطق البلاد، 17 درجة مئوية في منطقتي الشقاية والسالمي، شمال البلاد في مزار العبدلي كذلك 19 درجة مئوية، جنوبا بالوفرة 19 درجة مئوية، مناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 21 إلى 23 درجة مئوية. الرياح بشكل عام رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، كذلك متوقع أن تتشكل ظاهرة الضباب خاصة على المناطق الجنوبية من دولة الكويت والمناطق الساحلية، قد تصل الرؤية الأفقية إلى 1000 متر على بعض المناطق. مع بداية دخول ساعات الصباح الأولى متوقع أن تكون درجات الحرارة الصغرى متفاوتة ما بين 13 درجة مئوية في المناطق الغربية، المناطق الساحلية والجزر متفاوتة ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية. الرياح راح تتحول رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تبدأ ويانا تكونات السحب المتوسطة والعالية ابتداء من نهار يوم الغد، وتزداد كميات السحب ابتداء من منتصف نهار يوم الغد. فرص الأمطار متفرقة إن شاء الله، راح تبدأ ويانا من آخر ساعات النهار وبداية الليل من يوم الأحد، تستمر ويانا إن شاء الله إلى يوم الاثنين على فترات متقطعة وبكميات متفاوتة ما بين خفيفة إلى متوسطة. الرياح راح تكون رياح جنوبية شرقية من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة، يتزامن نشاط الرياح مع تكون سحب رعدية متفرقة على بعض مناطق البلاد. أما بالنسبة للأجواء البحرية أعزائي المشاهدين، متوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله أجواء معتدلة بشكل عام، ولكن هناك توقع لارتفاع الأمواج تزامنا مع تشكل هذه السحب الرعدية المتوقعة خاصة في نهار يوم الاثنين ومساء يوم الأحد، قد يصل ارتفاع الموج إلى 4 أقدام. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت الساعة 4:52 دقيقة موعد شروق الشمس، الساعة 6:15 دقيقة موعد أذان المغرب، الساعة 4:52 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع لمدينة الكويت خلال 5 أيام القادمة بمشيئة الله، نظام جوي معتدل ومتوسط يأثر على البلاد يوم الأحد والاثنين، يبدأ ويانا من مساء يوم الأحد أمطار خفيفة متفرقة تتعمق ويزداد كميات السحب ابتداء من صباح يوم الاثنين، هناك فرص لتشكل بعض السحب الرعدية على بعض المناطق. رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تصل إلى 55 كيلومتر في الساعة تزامنا مع تشكل هذه السحب الرعدية ابتداء من يوم الاثنين او مساء يوم الاثنين وصباح يوم الثلاثاء، تتحول الرياح الى الرياح الشماليه الغربيه، تستمر الى عطله نهايه هذا الاسبوع، وتكون الاجواء ان شاء الله اجواء شتويه معتدله باذن الله. اعزائي المشاهدين، اشكركم على حسن المتابعه، والان نعود الى الزملاء في الاستديو.